السلام عليكم. في عايز احل سؤال كده تريفيال جدا 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 على اس في ام بروبلم باستخدام البرايمال بروبلم بتاعت الاس في ام عادي. الحقيقه ان انا يعني هحله كذا طريقه لان انا مش محتاج استخدم حاجه معقده عشان احله. تعرف ان انا عندي 3 بوينتس بس. عندي مثلا بوينت هنا عند مثلا نيجاتيف 3 مثلا، وهنا مثلا نيجاتيف 2 ما عندهاش حاجه، وعندي بوينت عند نيجاتيف 1، وادي الزيرو وادي الواحد، وبعد كده عندي بوينت عند الاثنين مثلا، يبقى عندي كده 0 1 2 مثلا، والبوينت دي تبع كلاس تاني، فدي كده عند الاثنين. وبقيه خط الاعداد موجود هنا نيجاتيف 2، هنا 0 وهنا 1. ماشي تمام. وانا عايز اعمل البيست مارجن كلاسيفاير او الاس في ام بروبلم، فانا عايز احلها بكذا طريقه. الحقيقه عايز اجين انتويشن من كذا حته. طبعا انا بالنسبه لو انا عايز احل بس، فانا عارف ان الراجل ان اولا دي 1 دي بروبلم، وبالتالي الديسيجن باوندري بتاعي هيبقى زد مثلا ولا حاجه ولا واي مش عارف، زد هتساوي دبليو ترانسبوز اكس، بس الاكس اصلا 1 دايمنشنال، يبقى هو دبليو اكس بلس بي. ماشي. فالراجل ده لاين، خد بالك الراجل ده الفانكشن نفسها مش الديسيجن باوندري. بمعنى هنا decision boundary line الفانكشن نفسها بلين، هنا decision boundary نقطة والفانكشن نفسها لاين. فلازم تدرك ان اللاين ده هو equivalent للبلين في ال 2D case اللي احنا كنا رسمينها قبل كده. ماشي. ما تتلخبطش ما بين ال decision boundary عامل ازاي والفانكشن نفسها عاملة ازاي. ال decision boundary هو الفانكشن بتساوي 0. ماشي. فال decision boundary هو wx plus b equals 0، فدي في الاخر نقطة، لان اصلا مفيش فيكتورز يعني. حلو. بمجرد النظر الديسيجن باوندري هنا مين؟ انا عندي هنا سالب 1 0 1 2، انا عايز النقطة اللي في النص ما بين النقطة الحمراء الاكس دي وما بين الدورية، فانا عندي 1.5 اللي هو هنا. الديسيجن باوندري هو النقطة دي. لو انت مش مدرك ده، لا حاول تركز لحد ما تدرك ده، هو الديسيجن باوندري. عند النص بس كده. لكن الفانكشن نفسها هي فانكشن معينه. طيب حد يقول لي هل الفانكشن دي كده، يعني هل اقدر اقول ان 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 اللاين ده لازم يكون فيرتيكال علشان يكون عمودي على الخط الواصل ما بين النقطتين، زي ما كان هنا مثلا عمودي على الخط الواصل ما بين النقطتين؟ اقول لك لا، ده كده فاهم غلط. اللي عمودي على الخط الفاصل ما بين النقطتين ده الديسيجن باوندري، مش الفانكشن، مش البلين. البلين نفسه مش عمودي، البلين نفسه عامل كده، مش لازم يكون عمودي على اي حاجه خالص يعني في اي حته، البلين حاجه ثانيه. وبالتالي اللاين ده ممكن يكون كده برضه، ممكن يكون اي حاجه. ماشي؟ لان فكره العموديه دي مش هتكون واضحه في ال 1 دي. ازاي اقول ان بوينت عموديه على حاجه ما لهاش معنى اصلا. فاللاين مش لازم يكون عامل كده، الحقيقه مش هيكون عامل كده. ما ينفعش يكون عامل كده. لكذا سبب، هنشوف ليه. طيب، انا دلوقتي عارف ان ده هو ديسيجن باوندري. لكن لو انا عايز معادله كامله، عايز اجيب ال W وال B، بس ال W ده رقم وال B رقم. انا عارف ان ات 1.5 قيمه الفانكشن لازم تساوي 0، لان هي دي هي الديسيجن باوندري. يبقى لازم W ات نص، اسف ات نص، W في نص بلس B ده بيساوي 0. دي كده معادله في W وB، يعني نص W بلس B ايكوال 0. دي كده اول معادله معايا. طيب ايه المعادله الثانيه؟ المعادلة الثانية ان احنا فرضين ان اقرب بوينت من الكلاس الموجب، لو هفترض ده كده كلاس سالب 1 هنا وده كلاس بوزيتيف 1 هنا، فاقرب بوينت من الكلاس الموجب لازم يكون قيمة الفانكشن او ارتفاع الفانكشن عندها بواحد. ده الريستريكشن اللي انا عملت له امبوزنج يعني عشان ابقى فاليد اس في ام. ماشي. وزي ما اتفقنا قيمه الواحد ده مش هياثر معايا قوي اساسا في الديسيجن باوندري. لو خليته مثلا 10 مش هياثر معايا برضه، هو نفس الديسيجن باوندري، بس انا بياثر معايا في ميل اللاين اللي هو كان ايكويفالنت لميل البلين في الفيديوهات اللي فاتت. بس عشان امشي تبع الستاندرد بتاع الاس بي ام، انا عايز ان دبليو في 2 بلس بي لازم يساوي 1 عشان البوينت دي تبع البوزيتيف كلاس. انا مفترض ان ده هو البوزيتيف كلاس وهو مدور دلوقتي. ف 2 دبليو بلس بي ايكوالز 1. اطرح بقى دول من بعض هيديني 1.5 W equals 1. بالتالي W بتساوي كام؟ 2 على 3 مش كده؟ عشان 2 على 3 ب 3 على 2 يديك 1. W ب 2 على 3. ال B بتساوي نيجاتيف نص W، نيجاتيف نص في 2 على 3
يبقى نيجاتيف 1 على 3. يبقى اللاين بتاعي هيبقى حاجه عامله كده نوعا ما. ده كده هو الفانكشن اللي هو ايكويفالنت للبلين هناك. حلو؟ ده كده اللاين بتاعي. طيب انا كده وصلت للحل بطريقه ايه؟ بالفهلوه كده من غير ما احل اي اوبتمايزيشن بروبلم. تعال نحله بطريقتين تانيين. طيب تعال نرجع تاني ناخد نفس الشيء ده ونحاول نفورماليز شويه اكتر من كده. انا عايز ايه؟ عايز امينيمايز ماجنتيود الويت. ده الجنرال اس في ام بروبلم سبجكت تو ان واي اي دبليو ترانسبوز اكس اي بلس بي اكبر من او يساوي 1. خد بالك الويت ده ان جنرال كان كل البارامترز ما عدا البايس. يعني خد بالك انا في الاس في ام بروبلم وانا بديرايف كده البايس طار اصلا وانا بطرح حاجات من بعض، وبالتالي الويت فيكتور ده هو كل البارامترز ما عدا البايس. ففي الكيس دي الويت فيكتور هو دبليو بس، ان انا عارف ان ايه ان زد ايكوالز مثلا دبليو اكس بلس بي وده سكيلر. فالحقيقه انا عايز امينيمايز دبليو، انا عايز امينيمايز دبليو في الاخر، انا عايز امينيمايز دبليو نفسه اللي هو السكيلر ده سبجكت تو الكونسترينز دي. طيب الكونسترينز دي دلوقتي هقدر اكتبها بشكل ايه؟ سبيسيفيك للمساله، ان انا عايز الفانكشنال مارجن بتاع البوينت 2 يكون اكبر من او يساوي 1. يعني البوينتس اللي تبع كلاس 1 انا خد بالك انا دلوقتي شغال بقى عمياني ما اعرفش مين اقرب بوينتس او حاجه، انا شغال كده ماث. فانا عايز الكونسترينز بتاعتي ان لازم دبليو ترانسبوز في 2 بلس بي يكون اكبر من او يساوي ايه؟ 1 عشان دي بوينت في البوزيتيف كلاس. ودبليو طبعا ده مفيش ترانسبوز انا اصلا ده انا مش قشطه هو سكيلر يعني مش فارقه معايا. دبليو في نيجاتيف 1 بلس بي اصغر من او يساوي سالب 1 عشان عندي المفروض عندي الواي اي اللي هو سالب 1 بيتضرب في الطرفين فبيغير الاشاره. وعايز برضو دبليو في سالب 3 بلس بي اصغر من او يساوي سالب 1. فانا عايز امينيمايز دبليو سبجكت للكلام ده. فاحنا الحقيقه الكلام ده نقدر نرسمه. تعال نرسمه جرافيكالي ونشوف كده الجرافيكال دروينج ده هيدينا اي انتويشن عن اي حاجه ولا لا. تعالى كده ناخد ايه نرسم رسمه كده كفانكشن في الدبليو والبي. ادي البي وادي الدبليو. اول معادله بتقول خد بالك انا بختار قيم دبليو والبي اللي لازم تحقق الكلام ده. فهتعال نرسم اللاين 2 دبليو بلس بي ايكوالز 1 مثلا ايكوالز 1 او يعني اللي هو دبليو ايكوالز نيجاتيف بي بلس 1 على الاثنين. انا مش برسم تو سكيل قوي بس ده نوعا ما لاين بيمر بالنص وميله سالب نص مش كده؟ فكانه مثلا لاين عامل كده. تعال انا مش برسم تو سكيل قوي بس جايز يكونوا في رسم تو سكيل مش عارف. طب هو الميل المفروض يكون كده ولا كده؟ كده صح المفروض يكون يعني هو كده مثلا سالب 1 كده الميل سالب 1 كده الميل بيصغر مش كده؟ تمام. فانا عايز حاجه زي كده يعني ممكن بقى اكبره شويه اكبره شويه. حلو. طيب الريجن الفيزبل ريجن فوق ولا تحت اللاين؟ تعال نعوض بالنقطه دي مثلا البي بصفر والدبليو بسالب انفينيتي مثلا او سالب 100 هيديني سالب 200 مش اكبر من 1 وبالتالي الريجن الفاليو بتاعتي الريجن اللي فوق وبالتالي انا عايز الريجن دي. فده اول كونسترين عندي. طيب تعال نرسم الكونسترين اللي بعده تاني واحد ده. انا عايز ان نيجاتيف دبليو بلس بي تعال نرسم ده ايكوالز نيجاتيف 1 عشان ارسم ديسيجن باوندري نفسه او دبليو ناقص بي ايكوالز 1 او دبليو ايكوالز بي بلس 1. فده لاين عامل ايه؟ يعني هو لاين ميل وموجب ارسمه بالشيء ده كده وبيمر بواحد فهو حاجه مثلا عامله كده مثلا. حلو الفيزبل ريجن تحته ولا فوقه؟
تعال نشوف لو عوضت عن البي ب 100 والدبليو ب 0، فانا في الحته دي البي ب 100 والدبليو ب 0 هيديني 100 اصغر من او يساوي 1. لا ما ينفعش، يبقى الفيزبل ريجن الناحيه الثانيه هنا، الفيزبل ريجن فوق صح ولا ايه؟ الفيزبل ريجن فوق، لان انا لو خليت بقى الدبليو ب 100، لا لحظه معلش، لو الدبليو بقى ب 100 والبي ب 0 هيشتغل، لان هيبقى 100 في سالب 1 سالب 100 اصغر من سالب 1، يبقى الفيزبل ريجن فوق. خد بالك ده ناتج من البوينت سالب 1 دي، واخر واحد كان ناتج من البوينت واللي فوق ده كان ناتج من البوينت 2، باقي لي اخر واحد. تعال نرسم اللاين بتاعه برده. نيجاتيف 3 دبليو بلس بي ايكوالز نيجاتيف 1، او نضرب في سالب 1 يبقى 3 دبليو نيجاتيف بي ايكوالز 1، تالي 3 دبليو ايكوالز بي بلس 1، او دبليو ايكوالز تلت بي بلس تلت، مش كده؟ طيب الراجل ده لو جيت ارسمه فهو بيمر بتلت وبرده ميله موجب بس اصغر شويه من اللي قبله، فهو هيبقى حاجه زي كده، هيبقى مثلا بيمر تلت دي اللي هي اصغر من النص اللي هو هنا مثلا، انا ارسمه مثلا ببرتقاني كده، فهو لاين عامل تقريبا عامل كده مثلا يعني صح؟ ده كده لو سميت ده جي 3 جي 2 جي 1، فالبرتقاني ده هو جي 3، الاخضر ده جي 2 صح، والازرق جي 1. طيب البرتقاني ده عايزني ابقى فوق ولا تحت؟ البرتقاني عايزني ابقى فوق برضو، يعني جرب كده عوض ب دبليو كبيره قوي والبي ب 0 هيديك رقم نيجاتيف، فالفيزبل ريجن او البرتقاني عايزني ابقى فوق البرتقاني ده، فممكن اخد البرتقاني وانا عايز ابقى فوق. بس هلاحظ حاجه، هلاحظ ان البرتقاني تقريبا ما عمليش اي ليميتيشن زياده، كان البوينت نيجاتيف 3 دي ملهاش لازمه، وده منطقي في الاس في ام، ان الاس في ام اللي بيتحدد لي في اللاين بتاعي هو البوينتس القريبه، اقرب بوينتس للديسيجن باوندري او للبوينت دي. البوينت دي بعيده وبالتالي هي فعلا تاثيرها كان شبه مش موجود، او تاثيرها هيبقى موجود لو البوينت سالب واحد مش موجوده، ساعتها تاثيرها هيكون موجود. لكن انا الفيزبل ريجن بتاع البرتقاني كده كده بتكفر كل الفيزبل ريجن الثانيه، وبالتالي اصلا كانه ملوش لازمه. حلو، فانا ممكن بس امسح الشيء البرتقاني ده ان هو بس لعبك لي الدنيا ماشي، او ارسمه عادي. طيب ماشي مفيش مشكله. المهم ان دلوقتي الفيزبل ريجن بتاعتي بقت هي الايه؟ المستطيل ده، لو انا عايز اظبطها كده بشكل بقى ايه نسميها بلون تاني خالص، الفيزبل ريجن بتاعتي هي عايز لون فاقع كده معلش، بس الاصفر مش حلو قوي عشان بيتلخبط بين بقيه الحاجات، الابيض ممكن ارسم ابيض وخلاص، ما عنديش حاجه بالابيض هنا. فنوعا ما هي دي الفيزبل ريجن بتاعتي اللي هي فوق الشيء ده. حلو، طيب فدلوقتي اي بوينت واقعه هنا بتحقق الكونسترينز دي كلها صح، اي بوينت واقعه هنا بتحقق الثلاثه كونسترينز دول، واقعه في الريجن دي. انا عايز ايه بقى؟ انا عايز البوينت اللي لها المينيمم دبليو، دبليو هو البارامتر ده. فالحقيقه البوينت اللي لها المينيمم دبليو هي البوينت مين؟ البوينت الجميله دي. البوينت دي واقع على التو كونسترينز اللي هو جي 1 وجي 2، وده منطقي لان التو كونسترينز دول مأثرين بشكل كبير في الديسيجن باوندري، هم اصلا المؤثرين في الديسيجن باوندري ماشي. فلو احنا فاكرين الكلام في لاجرانج مالتبلايرز وذ ان ايكواليتي كونسترينز، هقدر بالترمينولوجي دي اقول ان دول اكتيف كونسترينز، الكونسترين جي 1 وجي 2 دول اكتيف كونسترينز، بينما جي 3 ده ان اكتيف كونسترين. حلو، البوينت طبعا لو انا لازم تو سكيل هقدر اجيب البوينت دي، بس على الاقل واضح ان قيمه الدبليو هي القيمه دي اللي هي اكبر من نص بشويه ماشي، واحنا طلعناها قبل كده نيوميريك ان هي ب 2 على 3 وده كلام متناسق مع بعضه، يبقى اذا انا فعلا هنا دي 2 على 3 وموجبه قيمه البي قيمه سالبه وتقريبا نص المسافه فعلا تلاقيه نيجاتيف تلت، هي فعلا زي ما طلعت معانا هنا طلعت نيجاتيف تلت، يبقى اذا الحل ده برده ظريف، وانا شايف ان في انتويشن كويس. انا رسمت الفيزبل ريجن كلها وبعد كده جوه الفيزبل ريجن دي جبت البوينت اللي لها المينيمم فاليو اوف دبليو وطلعت فعلا هي الحل المظبوط. طيب انا اقدر احل نفس المساله
بشكل بقى غشيم جدا باستخدام لاجرانج مالتبلايرز على طول من غير اي انتويشن عن اي حاجه. تعال نعمل كده برضو. الحين اقدر اخد نفس البوينت دي، يعني اقدر اخد نفس الشيء ده واستخدم بقى لاجرانج مالتبلايرز على طول من غير بقى ولا رسم ولا وجع دماغ. ممكن طبعا ده ممكن يكون اصعب في ان جنرال يعني، بس تعال نشوف. ماشي، ده جي 1 جي 2 جي 3 كل الحاجات دي زي ما هي ما اتغيرتش. طيب نفتكر لاجرانج مالتبلايرز او الكي كي تي كونديشنز، كان بيقول لي ايه؟ ان جراد اف بلس سيجما لامدا اي جراد جي اي عند الاوبتيمم بوينت، طبعا عند الاوبتيمم بوينت اكس او اكس ستار لو انا عايز لازم يساوي زيرو، ودايما لامدا ايز دول اكبر من او يساوي زيرو، ودايما لامدا اي جي اي اوف اكس عند الاوبتيمم بوينت بيساوي زيرو، صح كده؟ وطبعا كل الكونديشنز متحققه، جي اي اصغر من او يساوي زيرو. يبقى اذا اول حاجه اعملها ان انا احط كل حاجه على الستاندرد فورم. فاول كونديشن ده هقدر اقول ان هو 2 دبليو جي 1، 2 دبليو او اقول لك 1 ناقص 2 دبليو ناقص بي اصغر من او يساوي زيرو. ماشي، تاني جي 2 نيجاتيف، لا هيبقى نيجاتيف دبليو بلس بي بلس 1 اصغر من او يساوي زيرو، ده تاني كونديشن على الستاندرد فورم. تالت واحد نيجاتيف 3 دبليو بلس بي بلس 1 اصغر من او يساوي زيرو، ده كده تالت واحد. حلو، يبقى انا دلوقتي معايا ايه بقى؟ تعال نجيب جراد اف. طبعا الاكس بتاعتي هي الدبليو دلوقتي، يعني انا بحاول امينيمايز فانكشن اوف دبليو، يبقى انا دلوقتي ده كده معلش ده كده اوف دبليو، انا عايز اجيب ال دبليو بدل الاكس، يعني ما عنديش اكس اساسا هنا، دي برضو دبليو. طيب طبعا اف في دبليو هي نفسها دبليو، بس تعال نشوف كده ايه اول معادله. تعال نجيب كل المعادلات دي. اول معادله جراد اف اوف دبليو بالنسبه لدبليو، طبعا ده تفاضل في فاريبل واحد يبقى واحد اصلا، واحد بلس لامدا واحد في مشتقة أول واحدة دي بالنسبة لـ W اللي هي في نيجاتيف 2 بلس لامدا 2 في مشتقة تاني واحدة دي بالنسبة لـ W اللي هي نيجاتيف 1 بلس لامدا 3 في نيجاتيف 3 كان ده بيساوي 0. دي كده أول إيه؟ أول معادلة. وبالتالي أنا عندي نيجاتيف 2 لامدا 1 نيجاتيف لامدا 2 نيجاتيف 3 لامدا 3 بلس 1 إيكوال 0. أو بالعكس 2 لامدا 1 بلس لامدا 2 بلس 3 لامدا 3 نيجاتيف 1 إيكوال 0 أو إيكوال 1. دي كده أول معادلة، دي كده الأوبتيماليتي كونديشن، ده لازم يحصل. طيب بعد كده تعال نكتب دول، نكتب دول كمان. فأنا عارف إن لامدا 1 في جي 1 اللي هي 1 ناقص 2 دبليو ناقص بي لازم يساوي 0، ولامدا 2 نيجاتيف دبليو بلس بي بلس 1 لازم يساوي 0. طبعا لاحظ ان الموضوع هيبقى معقد في الحاله دي عشان عندي 3 كونسترينز، وبالتالي الاحسن لو انا اقدر ان انا اشتغل بالايه؟ بالانتويشن على قد ما اقدر، ما الجاش لطريقه الغشوميه دي غير لو انا خلاص بقى عاجز يعني. طيب انا دلوقتي لو انا انسان غشيم فانا مش عارف مين من الكونسترينز دول اكتف ومين مش اكتف، مش كده؟ فيبقى عندي كام كيس؟ هفترض ان كلهم اكتف، وافترض ان كلهم مش اكتف، وافترض ان كل واحد فيهم اكتف او لا. فالحقيقه يعني اقدر اعبر عن ده، انا عندي كان عندي زي ثلاث خانات وكل خانه يا اه يا لا. فانا عندي من 0 0 0 لحد 1 1 1، فعدد البوسيبيليتيز 2 باور 3 اللي هم كام؟ 2 باور 3 2 باور 4 8. الحقيقه محتاج اجرب 8 كيسز. تعالى افتكر كنا من كام فيديو كده عملنا مثال مهم واحتاجنا 4 كيسز بس عشان عندي 2 inequality constraints، دلوقتي بقى عندي 3 inequality constraints فبقيت محتاج 8 cases. فلو هجربهم طبعا كلهم ايه هيبقى كتير، بالذات لو انا مزنوق في الامتحان او حاجه، فانا مضطر اكون ذكي لو انا مش عايز اضيع وقتي كله يعني. طيب انا بس عايز اتاكد ان الاجابه هي هي، فانا هجرب الكيس اللي انا متاكد ان هي صح. انا ليه متاكد ان هي صح؟ لان انا واضح من الرسمه ان ده active constraint وده active constraint وده مش active constraint، فانا هستغل الانتويشن بتاعي كده على طول وهقول ان جي 1 وجي 2 اكتف وجي 3 مش اكتف،
انا هجرب الكيس الصح على طول عشان انا عارف ده من الرسمه. assume g1 و g2 are active و g3 not active. طيب معنى ان g1 و g2 are active ان ايه؟ ان الشيء ده بيساوي 0 والشيء ده بيساوي 0. وبالتالي اقدر اقول ان 2w equals 1 ناقص b وان w الواحدة بس equals 1 plus b. وبالتالي هقدر استنتج من دول ان 3w equals 1 وبالتالي w equals 3w equals 2 اسف اجمعوا على بعض 3w equals 2 w equals 2 على 3 وده الحل اللي انا عارف ان هو صح. وبعد كده اقدر اعوض في المعادلة الثانية مثلا البي هتساوي W ناقص 1 اللي هي نيجاتيف تلت. وده فعلا الحل الصح اللي انا جبته قبل كده اساسا. انا جبت الحل ده بس عشان اقول ان هو صح لازم بقى اتاكد ان اللامداز موجبين. ماشي انا يعني لو انا شغال لاجرانج مالتبلايرز كده لازم اتاكد ان اللامداز بتوعي كلهم اكبر من او يساوي 0. فالحقيقه انا محتاج بقى ايه اعمل الكلام ده كمان. طيب دلوقتي لو الكونسترين التالت ده مش اكتف هو مش اكتف صح؟ فده معناه ان اللامدا ب 3 ب 0. يبقى اذا اللامدا 3 انا بقول ان هي اساسا ب 0 وما فيهاش مشكله. طيب ده هيخلي لي ان 2 لامدا 1 بلس لامدا 2 ايكوالز 1. 2 لامدا 1 بلس لامدا 2 ايكوالز 1. طيب هل عندي اي معادلات ثانيه اقدر استخدمها؟ هل عندي اي حاجه ثانيه؟ الحقيقه لا. لان كده كده المعادلتين دول مش هيدوني اي حاجه اي معلومات عن لامدا 1 لامدا 2 انا كده هضربهم في زيرو. الحقيقه دي حاجه مش وحشه عادي انا كده كده بقى عندي infinite number of solutions للشيء ده وانا اقدر اجيب values منها موجبه يعني اقدر احط انا values لامدا موجبه بحيث ان 2 لامدا 1 بلس لامدا 2 ايكوالز 1 وبالتالي انا اصلا مش مهتم بقيمه معينه للامدا مهتم بس ان انا اقدر اجيب قيم موجبه للامدا او ان في قيمه موجبه للامدا بتحقق الكلام ده. يعني مثلا لو كان ده سالب 1 كنت هبقى متضايق جدا ساعتها كانش هيبقى في حل ان لو ده سالب 1 لازم اتليست واحده من اللمده دول تكون سالبه ان انا مش ما ينفعش يكون اثنين موجبين وده سالب 1. لكن دلوقتي انا عندي بيساوي 1 وبالتالي اصلا عندي انفاينايت نمبر اوف سوليوشنز اللمده كلهم كويسين وبالتالي قشطه انا مش متضايق فكده كل اللمده اي اكبر من او يساوي 0 وبالتالي ده فعلا السوليوشن الصح باستخدام لاجرانج مالتبلايرز ميثود او باستخدام الكي كي تي كونديشنز بشكل فورمال. وبالتالي انا مبسوط تمام.